ليبيا من بني وليد بالتحديد. جيت هنا لمدينة بومرداس، جيت سياحة، يعني الجو كان هنا حاجة كويسة وقريب للبحر، يعني جو يعتبر جو سياحي بالدرجة الأولى يعني، وناسها يعني مضيافين ما شاء الله يعني بارك الله فيهم، من الجزائر معروف عنهم الشيء هذا، الكرم والضيافة وحسن الاستقبال، مشكورين على الشيء هذا كله إن شاء الله. ونتمنى نعاود ندور زيارة يعني الجزائر، نشوف الجزائر كامل وبومرداس يعني بشكل خاص، وولاية قورسو يعني هو بلدية قورسو هذه قاعدين فيها احنا، بلدية جميلة وناسها ناس محترمين، وكما نقول احنا بالليبي يعني ناس مضيافين. وننصح كل الشعب يعني مش الشعب يعني كل الأشقاء في تونس وفي ليبيا وفي كل الوطن العربي، نتمنى انهم يجوا يعني يزوروا الجزائر، يعني بلاد حلوة حلوة بشكل يعني قد ما نوصف يكون قصرت في حقه.